إذن ارتفاع إنتاج البطاطا في الجزائر قبله ارتفاع في استهلاك هذه المادة من قبل الجزائري، لتكون بذلك الجزائر من أكبر المستهلكين لهذه المادة في العالم. تابع المزيد مع أشرف دعماش. 111 كيلوغرام من البطاطا يستهلكها الفرد الجزائري في السنة، رقم جعل من الجزائر من أكبر الدول في العالم استهلاكا لهذه المادة. فمتوسط الاستهلاك العالمي يمثل 31 كيلوغرام للفرد في السنة، فيما بلغ إفريقيا 14 كيلوغرام للفرد في السنة. Alors le niveau de consommation il se situe autour de 110 كيلو par habitant et par an. Donc nettement supérieur à celui de nos voisins. Supérieur à certains pays de l'Europe occidentale et peut-être légèrement inférieur au ratio de consommation des pays de l'Est. ارتفاع في إنتاج البطاطا قابله أيضا تحركات معتبرة في مجال إنتاج البذور. البذور الجزائرية 100%، احنا ديجا كنا عندنا بذور للإنتاج هي 70% في الجزائر، بصح بان نقولوا احنا بذور 100% جزائرية، كل العالم عنده كما احنا نقولوا un peu export pour la semence impossible même la Hollande est le premier producteur de semence يعني في العالم اللي راه يتصدر في البذور هي كاينه بذور راه يجلبها من بلدان اخرى وحنا رانا في 70 وحنا نطلبوا يعني بنقصوا خاصه البذور استيراد رانا عندنا بذور وطنيه يعني محليه هي 70% وحنا حابين نقلصوا هذيك البذور حتى الى 20%. تحقيق الجزائر للاكتفاء الذاتي في هذه المادة جعل مخططاتها اليوم تهدف إلى ترقية تصدير مادة البطاطا لمختلف دول العالم.